بدأت قصة ستوب ووتش جانج في أوتاوا حين التقى في العاصمة الكندية ثلاثة شبان وهم بادي ميتشل وستيفن ريد ويونين رايد، حيث شكل الثلاثي عصابة وقاموا بسرقة ذهب جارية في مطار أوتاوا في العام 1974. وعلى الرغم من اعتقالهم والحكم عليهم لاحقا بالسجن لسنوات طويلة، إلا أنهم فروا من السجن متوجهين إلى الولايات المتحدة، وهناك أصبح الثلاثي معروفا باسم عصابة ساعة التوقيت. فما سبب تسميتهم بعصابة ساعة التوقيت؟ وماذا كان مصيرهم؟ وقبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل إلى كل ما هو ممتع شيق وغريب. فلنبدأ. شرع الثلاثي ميتشل وريد ورايت في موجة إجرامية استمرت لعام، وبدأت بسرقات صغيرة قبل مقابلة أحد حراس الأمن في مطار كندا والذي يدعى جاري، حيث توصل جاري والثلاثي إلى خطط الارتكاب واحدة من أكبر عمليات السطو في تاريخ كندا، حيث أخبر جاري ميتشل بشحنات الذهب التي كانت تمر شهريا عبر مطار أوتاوا في طريقها إلى دار سك العملة، وكيف تم تخفيف الأمن. كما وافق على إبلاغ ميتشل بالموعد المقرر لوصول الشحنة التالية مقابل المال. وفي 17 من أبريل عام 1974، كان الذهب سيصل من المنجم إلى المطار من أجل دخول المستودع الخاضع للحراسة، حيث يتم الاحتفاظ بالذهب هناك. فاستخدمت العصابة حيلة تظاهر فيها ريد بأنه حارس أمن، وقبل منتصف الليل بقليل طرق ريد باب المستودع وهو يحمل بطاقة أمنية مزيفة. وعندما فتح حارس الأمن الباب، سحب ريد مسدسا ثم نزع سلاح الحارس واقتاده نحو المستودع وطلب منه المفتاح. ثم بعدها قامت العصابة بتحميل الذهب في عربة صغيرة لنقلها من المستودع في شركة طيران كندا، والتي بلغت قيمتها 75,000 دولار، أي ما يعادل 5 ملايين دولار في يومنا هذا. فقامت السلطات بالتحقيق مع جاري لكونه مشتبها في السرقة، وكان متورطا مع ميتشل. كما قام المحققون بطلب المساعدة منه مقابل التساهل معه في بناء قضية ضد العصابة. وفي مارس سنة 1975، تم القبض على ميتشل ورايد بتهمة السرقة والإتجار بالممنوعات، فحكم على كل من ميتشل ورايد بالسجن 17 عاما بتهمة الإتجار بالممنوعات، كما تمت زيادة عقوبة ميتشل لثلاث سنوات لحيازته الذهب المسروق. وأيضا تم القبض على ريد على الرغم من عدم مشاركته في الممنوعات، ولكن بسبب هروبه من حاجز الشرطة أثناء عودته إلى كندا. كما تبين أنه مشارك في سرقة المطار، وحصل على 10 سنوات إضافية بتهمة السطو المسلح. أما بالنسبة للذهب فلم يتم استرداده سوى جزء صغير منه، ومع وجود الثلاثة وراء القضبان كان الكل يعتقد أن تلك كانت نهاية العصابة، لكن قصتهم كانت قد بدأت للتو. ففي شهر أكتوبر سنة 1976، هرب رايت من مركز احتجاز أوتاوا إلى فلوريدا في الولايات المتحدة، وتبعه كل من ريد وميتشل. فبعد عدة محاولات فاشلة للفرار، عمل الاثنين بجد ليصبحا سجينين نموذجيين في محاولة نقلهم إلى سجن أقل أمنا. وبالفعل، فبعد فترة قصيرة تم نقلهم إلى سجن أقل أمنا. وفي عام 1979، تمكن ريد من الهرب من نافذة حمام المطعم، واستأنف على الفور ارتكاب عمليات السطو. أما ميتشل فقد قام بمحاكاة أنه أصيب بنوبة قلبية عن طريق شرب مزيج النيكوتين، وتمكن بعدها من الهرب من المستشفى. وفي فلوريدا بدأ الثلاثي حياتهم كهاربين، وشرعوا في سلسلة من عمليات السطو على البنوك في كل من فلوريدا وكاليفورنيا هذه المرة لتجنب الوقوع مرة أخرى. كما اشتهروا بالتخطيط الدقيق لكل مهمة يقومون بها، كما أنهم قاموا بضبط توقيت لكل عملية سرقة.
ولم يمض أكثر من دقيقتين داخل البنوك بسبب ساعة التوقيت التي استخدموها خلال جرائمهم والتي كان يرتديها ريد حول رقبته في معظم الأوقات، فأصبحوا معروفين باسم عصابة ساعة التوقيت، في حين كان من عادتهم ارتداء أقنعة كاملة للرؤساء السابقين المتوفين أمثال ريتشارد نيكسون ورونالد ريغان، كما أصبحوا يعرفون أيضا باسم لصوص الرئاسة. ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي فقد ارتكبوا ما يقارب 140 عملية سطو في المجموع، والتي لم يصب خلالها أي مدني أو موظف في البنك أو حارس أمن. وبدأ كل من ريد ورايك بالبحث عن مكان يمكنهم فيه من التقاعد يوما ما، فاستأجروا منزلا في أريزونا والذي أصبح مخبأ لهم، بينما انفصل ميتشل عنهم لفترة من الوقت متجها شمالا إلى ولاية واشنطن. كما ارتكب كل من ريد ورايت عمليتي سطو على بنكين آخرين بمساعدة شريك آخر. وبعد عودة ميتشل للفريق مرة أخرى، حققت العصابة آخر نتيجة كبيرة لها في أواخر سبتمبر سنة 1980 في فرع بنك أوف أمريكان في سان دييغو، حيث تمكنوا من سرقة ما يقرب 283 ألف دولار أمريكي. فكانت تلك أكبر عملية سطو على بنك تم ارتكابها في كاليفورنيا. كان ميتشل هو سائق الشاحنة بينما تنكر ريد ورايد بالشعر المستعار واللحى المزيفة حاملين مدفع رشاشا، فيما حصلت العصابة على مبلغ 283 ألف دولار. وفي عجلة من أمرهم للفرار، ألقى أحد أفراد العصابة الشعر المستعار وأكياس النقود الفارغة ولوحات الترخيص المسروقة المستخدمة لإخفاء سيارة الهروب وأدلة أخرى تدينهم في حاوية قمامة قريبة والتي عثر عليها العمال في وقت لاحق وقدموها للشرطة. فتمكن المحققون من العثور على بصمة جزئية على أحد أكياس الأموال المسروقة، كما تم العثور على نسخة من رخصة السيارة المزيفة التي استخدمها رايك لاستئجار السيارة. وبذلك بدأ الخناق يضيق حول العصابة. علاوة على ذلك، قرر مواطن كندي سابق ساعد العصابة منذ سرقة الذهب عام 1974 في مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابل التسامل معه. وفي نهاية شهر أكتوبر سنة 1980 تم القبض على كل من ريد ورايت في مخبأ أريزونا، بينما ذهب ميتشل والذي كان في مكان آخر في ذلك الوقت بعيدا، واستمر في ارتكاب عمليات السطو على البنوك بنفسه في فلوريدا، حيث تم القبض عليه أخيرا في ولاية أريزونا قبل أن يهرب مرة أخرى من السجن ويهرب إلى الفلبين، حيث تزوج هناك وأنجب ولدا. وعند عودته إلى الولايات المتحدة تم اعتقاله مرة أخرى في 22 من فبراير عام 1994 بعد عملية سطو أخيرة، وحاول بعد الهروب مرات عديدة ولكن دون جدوى. تم تسجيل قصة العصابة في العديد من الأفلام الوثائقية، بما في ذلك السيرة الذاتية لميتشل والتي كتبها من السجن، وتوفي بعدها في عام 2007 بسرطان الرئة في مستشفى السجن عن عمر يناهز 64 عاما. وأصبح ريد لاحقا مؤلفا كنديا مشهورا بعد كتابته لكتاب جاك رابت بارول أثناء وجوده في السجن، وتم الإفراج عنه بعد ذلك في عام 1987. وفي عام 1999 عاود ريد الإساءة وحكم عليه بالسجن 18 عاما، وتم الإفراج عنه يوم الإفراج المشروط في فبراير عام 2014، وتوفي بعدها بأربعة أعوام في المستشفى بالقرب من منزله.